مؤهلات الفنانين قبل الشهرة، طبعا كلنا اللي بنحب نعرف أخبار الفن والفنانين. الفنانة هيفاء وهبي حاصلة على الثانوية العامة، فيفي عبده بدون مؤهل دراسي، الفنانة نادية الجندي بدون مؤهل دراسي، الفنان محمد رمضان كان معاه ثانوية عامة وما دخل في عالم التمثيل كمل دراسته، الفنانة أصالة نصري بدون مؤهل دراسي، الفنانة شيرين رضا حاصلة على الإعدادية، الفنانة سعاد حسني بدون مؤهل دراسي، الفنانة ليلى فوزي بدون مؤهل دراسي، الفنانة شادية بدون مؤهل دراسي، عايدة رياض حاصلة على الإعدادية، ناهد شريف حاصلة على الثانوية العامة، زيزي البدراوي بدون مؤهل دراسي، منى شلبي حاصلة على الثانوية العامة، نجلاء فتحي حاصلة على الثانوية العامة، الفنان عمر الشريف حاصل على الثانوية العامة، نبيل عبيد حاصل على الثانوية العامة، رشد أباظة حاصل على الثانوية العامة، الفنان أحمد رمزي حاصل على الثانوية العامة، مريم فخر الدين ثانوية عامة. Thank you.